مجلة الجيش في افتتاحية عددها لشهر مارس الجاري استذكرت رموز الثورة من خلال العودة إلى يوم الشهيد الموافق 18 فبراير الماضي، وكذلك حلول شهر الشهداء، حيث ربطت بين التاريخين للتذكير بحزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال ذات الفترة، لتعود وتنوه من جديد أن هناك أطرافاً سواء كانت دولاً، عصاباتاً أو أفراداً لم ترق لهم هذه القرارات. أما من هم المقصودون بالأطراف فيقول الخبراء: إنما قصدته مجلة الجيش في اعتقادي بالنسبة لأصحاب الإفك والتضليل الذين يبثون سمومهم في المجتمع الجزائري هو فعلا يعني وصف للواقع، لما هو واقع الآن. هناك مجموعات سواء كانت دول أو عصابات، مجموعات أو كأفراد، هم يبثون سمومهم إلى المجتمع الجزائري في اعتقاد منهم أنهم يضربون اللحمة الوطنية، يضربون الوحدة الوطنية. هذا وأشار الخبراء أن الهجمات المتواصلة لضرب الجزائر في أمنها ولحمتها يكون بهذه الأساليب. وصفته جريدة الجيش هو واقع شيء يعيش الشعب الجزائري في هذه الأيام، خاصة عن الهجمة الإلكترونية وهجمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك حتى الهجمة التي يعني تحصد لصحة أبناء الجزائر والمجتمع الجزائري عن طريق المخدرات إلى غير ذلك من الأساليب القادرة. رغم ما أثير وما يثار من جدل حول مدنية النظام من عسكريته، تبقى وحدة الجزائر وشعبها الخط الذي لا يداس ولا يقرب منه.